انتشر أمس على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع لما قيل أنه يعود لشباب سوريين في لبنان أثناء توقيفهم من قبل قوات الأمن اللبنانية. يعني لم يعد يمر يوم في لبنان هذه الأيام دون خبر عن توقيف عدد من السوريين بدعوى عدم قانونية وجودهم. نعم، مواقع عديدة نشرت في الأيام الماضية أخبارا حول قيام الأمن اللبناني بتسليم عدد من الموقوفين لديه للأمن في سوريا للأسف، الأمر الذي ربطه البعض بتصاعد حملة العنصرية ضد السوريين. عن التوقيفات الأخيرة وإن يتم نقل الموقوفين وغيرهم من الأسئلة رح تكون موضوع حلقتنا اليوم بشو صار، لكن نشوف التقرير ونرجع. شباب سوريون في أحد أحياء مدينة بيروت يتم اقتيادهم من قبل الأمن اللبناني إلى مكان ما. مقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وأثار موجة جديدة من الانتقادات. بعض التعليقات ربطت هذا المشهد ببعض الأخبار التي نشرت قبل أيام حول قيام مؤسسات أمنية في لبنان بتسليم عدد من الشبان السوريين إلى المخابرات الجوية. عدد من المسؤولين الأمنيين برروا حملة الاعتقالات الأخيرة بدعوى أنها تطال اللاجئين المخالفين لشروط الإقامة في لبنان أو أنهم مهربون، كما نفوا وجود قرار بتسليم المعتقلين إلى أمن النظام. وفقا للعديد من المراقبين فإن تكرار هذه الحالات في الآونة الأخيرة لا ينفصل عن حالة تصاعد العنصرية ضد السوريين في لبنان والدعوة إلى إعادتهم إلى بلادهم، في حين تحذر منظمات حقوقية من إجبار السوريين على العودة في ظل قيام النظام باعتقال عدد ممن عادوا في الفترة الأخيرة. لاجئون كثر هذه الأيام باتوا يفضلون البقاء في أماكن محددة وعدم التجوال أو الذهاب إلى أعمالهم خوفا من أن يتم توقيفهم، فإلى أين يفرون؟ لا نحكي أكثر حول هذا الموضوع، رح يكون معنا كل من المحامي الدكتور أنطوان سعد أستاذ مادة القانون الدولي والدستوري، وعبر السكايب حسان قطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشاريات، وأيضا ماريا الفحل مراسل تلفزيون سوريا في لبنان. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم جميعا. قبل ما نبدأ حديثنا اسمحوا لي أطرح على مشاهدينا سؤال حلقة اليوم. حملة اعتقالات شملت عددا من السوريين في لبنان خلال الأيام الفائتة، برأيك ما مصيرهم؟ هل الاحتجاز في لبنان أم الترحيل إلى سوريا؟ هذا السؤال موجود على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. رح أبدأ معك دكتور أنطوان، مساء الخير عن جديد. دكتور أنطوان عم تسمعنا؟ نعم. مثل ما شفنا بمقطع الفيديو عشرات من الشباب السوريين تم توقيفهم في لبنان، وطبعا هذه ليست الحالة الأولى، سبق وتكررت حالات التوقيف مؤخرا. ما الأسباب برأيك وأين يتم توقيفهم واقتيادهم؟ بعض الحالات تكون هناك لأسباب متعلقة بالأوضاع القانونية والأوراق الثبوتية المطلوبة من كل نازح نعم سوري موجود في لبنان، واحيانا تكون هناك معلومات امنيه، وقد يكون هناك توجه عام للضغط على هذه الفئه من النازحين الى لحملهم للعوده الى سوريا. قد يكون هناك بعض التعطف في استعمال، انا لست على بينه من هذا الامر، ولكن جل ما اقوله ان التوقيف الذي يلي تسليم هؤلاء وإذا تبين أنه يعود إلى خلفيات سياسية أو أن المطلوب تسليمهم هناك خطر على حياتهم، لا يجوز وفقا لاتفاقيات التسليم، مبادئ اتفاقيات التسليم بين البلدان ولا سيما تلك المواقع بين لبنان وسوريا، حيث لا يجوز التسليم، إذ يجوز للدولة الدولة اللبنانية في هذه الحالة أن ترفض التسليم إذا ما تبين أن هناك أسباب سياسية في طلب التسليم أو هناك خطر يهدد حياتهم. طيب جميل جدا هذا الكلام، ولكن دكتور أنطوان يعني المخالفات اللي ذكرتها حضرتك تقتصر فقط أنه هم لا يحملون أوراق رسمية وحتى يقودون دراجات نارية بدون رخصة، هل هذا الأمر يعني يقتضي ترحيلهم وسوقهم إلى الموت وتسليمهم إلى النظام قانونيا؟ إذا كان تسليم
إذا كان التسليم يعرض حياة هؤلاء للموت أو الخطر، وإذا تراكمت عمليات التسليم، قلتها منذ مطلع الثورة السورية أن لبنان الدولة أو الحكومة تكون تشارك بجريمة إبادة بطريقة غير مباشرة وجريمة دولية، لأن جريمة الإبادة يجب أن تكون بصورة جماعية وغير فردية. أما إذا كان التسليم لأسباب قانونية بحت فالتسليم يكون قانوني، وإذا كان التسليم يعرض حياتهم للخطر فإن هناك الدولة تكون مسؤولة عن حياة هؤلاء. وممكن أن أعطي هنا إذا كان ممكن أن أعطي نموذج عن ما حصل سريعا استاذ بين توتسي والهوتوس قبائل في رواندا، عندما امتنعت بعض الأديرة عن استقبال الملاحقين والمعرضين للإبادة، امتنعت أسقف الدائرة عن استقبالهم، وبالفعل حصلت إبادة 8000 من هؤلاء. فما كان إلا من المدعي العام الدولي في التابع لمحكمة رواندا إلا أن ادعى على الأساقفة ليثبت هؤلاء فيما بعد براءتهم فيما بعد، لأن النية لم تكن موجود. أما إذا كانت النية موجودة لدى الدولة اللبنانية فإنها أمام شك تخالف أبسط مبادئ الاتفاقيات الدولية وأبسط القواعد الإنسانية. رح نرجع لك أكيد أستاذ، رح نرجع لك، رح أنتقل لعندك ماريا. هل لديك أرقام عن أعداد الذين تم توقيفهم خلال الأيام الماضية وإلى أين يتم نقلهم؟ نعم، يعني نحن تواصلنا مع هيئة القانونية السوريين، وهذه الهيئة هي من تتابع موضوع المرشقين الذين يسلمون إلى النظام. وصل عدد الأشخاص الذين سلموا منذ العام 2011 حتى اليوم 250 شخص بين عساكر وضباط. هؤلاء من عرفت هويتهم، لكن يبقى العديد من الأشخاص الذين اختفوا أو لم نعلم أي معلومات عنهم. استطعنا أن نصل إلى بعض الأسماء الذين سلموا منذ 10 أيام، بينهم يعقوب حمدوش وأحمد أحمد. هؤلاء هذين الشخصين هم من منطقة دريا في سوريا. كذلك يعني عندك معلومات أشخاص فقط عن اسمين اللي ذكرتيهم فقط الاسمين. نعم، فضلا عن الأسماء الذين ذكرتهم الهيئة كمحمد الحجي والرقيب محمد زعيان، هؤلاء الشخصين أيضا علمنا أنهم أعدموا في سوريا، فضلا عن أن الصحفي عثمان طه قد هو الآن معتقل بسجن طرطوس. يعني هؤلاء الأشخاص الثلاثة سلموا سويا، اثنان منهم أعدما والثالث هو الآن مسجون في طرطوس. أكيد يعني الله يرحمه، نتمنى له السلام للشخص الثالث. يعني أستاذ حسان مساء الخير. مساء. عادة الأمن اللبناني هو من يقوم بتوقيف السوريين أو اللبنانيين وغيرهم، ولكن بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام قالت أن الجيش اللبناني هو من أوقف هؤلاء السوريين، ما مدى صحة هذا الكلام؟ من الواضح من التقرير الذي تم نشره أن الجيش اللبناني هو من قام باعتقال بعض السوريين عند دوار السفارة الكويتية. في الحقيقة ما يعيشه لبنان اليوم هو حالة من الفوضى الأمنية، تداخل في الصلاحيات لتعدد الأجهزة الأمنية، وهناك ممارسات غير قانونية تتم ممارستها بحق اللبنانيين والفلسطينيين وكذلك النازحين السوريين. هناك حالة من الفوضى فعلا التي تغطيها الواقع السياسي المتدهور في لبنان والفساد السياسي الذي ينتشر على الساحة اللبنانية. صحيح، لأنه عادة التوقيف يكون هو اختصاص المؤسسة الأمنية، اختصاص وزارة الداخلية والأمن العام في لبنان، ولكن وضع الجيش اللبناني في الواجهة، يقول البعض أنه هناك أطراف تقف وراء الجيش اللبناني لأنه يكتسب قاعدة جماهيرية في لبنان، وبالتالي لن يتم سؤاله لماذا تفعلون هذه الأفعال أو التصرفات. التوقيف يجب أن يستند إلى مبررات قانونية، إلى مستندات قانونية، إلى نقص في المستندات، إلى ممارسات خاطئة أو ممارسات غير قانونية. لكن ما يجري الآن في لبنان هو اعتقال تعسفي يتم تبريره لاحقاً، وهذا الشيء المؤسف. هناك اعتقالات تتم ثم يتم البحث عن مسبب أو عن سبب لتبرير هذا الاعتقال، وبالتالي يتم تسليمه للأمن العام ومن ثم ترحيله إلى سوريا. هناك العديد من الحالات التي تم ترحيل أصحابها إلى سوريا كما ذكرت
الزميلة في اللقاء. أيضا هناك عمليات دفع للمواطنين السوريين للمغادرة إلى سوريا. هدف الأمن العام وبعض الأجهزة اللبنانية سواء كانت سياسية أم أمنية هو دعم النظام السوري نظرا للارتباط العضوي والمعنوي بينها، لدعمه حتى يقوم بتجنيد النازحين، عودة النازحين الشباب الذين يعودون إلى سوريا في ميليشيات النظام. هناك من يظن أن النظام السوري إذا بقي هذا يعطيه قوة ودعم على الساحة اللبنانية، وهذا الشيء غير صحيح، لأن ما يجري إنما يعزز الانقسام بين الشعب اللبناني والشعب السوري. وعند انتهاء هذه الأزمة لابد من معالجة كل الشوائب والأزمة التي أصبحت عميقة ما بين الشعبين بسبب هذه الممارسات المدعومة من قبل ميليشيات الأمر الواقع التي تعمل على الواقع السياسي اللبناني وكذلك على الواقع اللبناني أيضا. حنتقل عندك ماريا، يعني كيف عم تكون ردة أفعال اللاجئين السوريين بلبنان في ظل هاي الحملة الأخيرة؟ يعني توقيفات، بتحسي هدم بيوت، يعني كل أوضاع النفسية كيف عم تكون عندهم؟ كيف قابليتهم على الحياة؟ حكينا. يعني هناك إجراءات تعسفية اتخذت بحق اللاجئين السوريين خاصة بالفترة الأخيرة، يعني هدم مخيمات، تسكير محلات تجارية. أود أن أشير علق بموضوع المنشقين أن الحكومة اللبنانية اتخذت موضوع العمالة السورية ومكافحتها كذريعة لمعرفة أسماء المنشقين عن النظام السوري. هناك تنسيق السفارة السورية وبين الحكومة اللبنانية عندما يقدم اللاجئ السوري أوراقه إلى السفارة السورية للحصول على إجازة عمل، ساعتها يعني تعلم السفارة السورية الأسماء المنشقة أو المعارضة للنظام السوري، وبالتالي يتم تسليم هذه الأسماء للأمن العام وتتم عملية يعني المداهمة لاعتقال هؤلاء وترحيلهم قسرا إلى سوريا. ماريا، حابب أسألك، من فترة كان في اعتقالات أيضا للسوريين، تقريبا 30 شخص بينهم نساء وأطفال أيضا، وتم تسليمهم للمخابرات الجوية السورية. ما مدى دقة هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام صدر رسميا بمحل بفترة معينة عن أشخاص موجودين في الأمن العام، وبعدها تم نفي هذا الأمر لأنه حصل موجة احتجاجات إن كان من صحفيين وثقافيين لبنانيين داعمين للاجئين السوريين في لبنان، ويعني كانوا ينتقدون هذا الخطاب العنصري والكراهية المتزايدة تجاه اللاجئ السوري. إنما كل ما يحصل من اعتقالات ومعلومات متداولة هي صحيحة، هي صحيحة، ويتم الاعتقال العشرات، حتى بعضهم لا نعرف يعني أسماءهم، لا نعرف العدد الصحيح، إنما فقط ما يسرب هو يعني صحيح جدا، يعني وفق مصادر أمنية رسمية. دكتور أنطوان، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ هناك عشرات السوريين فعلا تم تسليمهم للمخابرات الجوية السورية. أعتقد أنه لا يجوز بالمطلق لأي قوى من الضباط العدلية سواء كانت قوى الجيش اللبناني أو الأمن العام أو قوى الأمن الداخلي أن تقوم بعملية تسليم من دون أي إطار قضائي. عمليات تسليم يجب أن تقف عليها النيابات العامة وكذلك مدعم التمييز الذي يدرس طلبات التسليم ويأخذ بعين الاعتبار المقاصد الناجمة عن هذا التسليم، ويدرس أيضا إذا ما كان هناك خلفية سياسية من هذا التسليم أو ربما دواعي انتقامية أو تشفي أو تعريف حياة هؤلاء للخطر أو تسليمهم بمحاكمات عرفية للنظام الأمني السوري بغية قتلهم. فهذه أولوية إنسانية لا تسمو على كل الأولويات الأخرى، حتى لو قام هؤلاء بمخالفات قانونية في لبنان يسجنوا في لبنان أو يحاكموا في لبنان وفقا للقوانين مرئيات الإجراء، على أن لا يكون التسليم من شأنها أن يعرض قطر حياة هؤلاء القطر. نعم، يعني شيء غريب فعلا. أستاذ حسان، يعني البعض يقول أنه الضغط على السوريين لكي يعودوا قسريا لأنهم فشلوا في إعادتهم طوعيا، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ نعم، إذا سمحت لي بس فقط أريد أن أضيء على بعض النقاط. هذا الضغط على المواطن السوري وعلى النازح السوري وعلى اللاجئ السوري إلى لبنان هو استنسابي، بمعنى أن هناك قطاعات إنتاجية في لبنان لا يتم المساس بها سواء عمل بها السوري أو غير السوري. مثلا قاع الزراعة لا يتم ملاحقة السوريين العاملين فيه لأن اللبنانيين لأنهم يستفيدون من الأيدي العاملة السورية. قطاع الأفران لا يتم المس به مطلقا،
لان اذا خرج المواطن السوري او العامل السوري في اخرام اللبنانيه سيبقى لبنان بدون خبز. قطاع النقل، قطاع البناء، هناك قطاعات لا يتم المساس بها. السوريون الذين تتم ملاحقتهم او مضايقتهم هو قطاع القطاع او العاملين في قطاع التجاره، في قطاع السياحه، السياحه الان بدات الحمله على قطاع السياحه، وما ذلك ستفشل لان معظم الشباب اللبناني يهاجر ويريد ان يعمل في قطاعات اكثر انتاجيه. لذلك القطاع السياحه في لبنان سواء كان فنادق او مطاعم يعتمد على النازح السوري او العامل السوري نظرا لانخفاض اجره والقدره على المنافسه في العمل بجهده المضاعف. لذلك ما نراه هو عمليه استنسابيه بحيث يتم الملاحقه حيث يشاء هذا المسؤول او ذاك، وهناك تغطيه اعلاميه واسعه وتحريض واسع من بعض القوى السياسيه مع الاسف الشديد لخلفيات معينه كما شاهدنا في الايام الماضيه. هناك من يبرر وهناك من يحرض وهناك من يسعى لاخافه المواطن اللبناني من عمليه توطين سواء كان فلسطيني او سوري. هناك دائما عمليه خوف وتخويف لتبرير ما يجري من ممارسات ولاستباحه هذه الممارسه بشكل اكبر واكثر خطوره واكثر اذى للمواطن السوري، وبالتالي يعرض لبنان لاحقا لمساءله دوليه كما تفضل الدكتور انطوان، لان ممارسات من هذا النوع سوف تترك لبنان عرضه للمساءله وسوف تحرم لبنان ايضا من المساعدات الدوليه من اجل مساعده النازحين واحتضانهم والعمل على مساعدتهم ريثما يتم الاستقرار في سوريا وعودتهم الى سوريا طوعا طبعا دون ضغط من اي جهاز امني او غيره. دكتور انطوان، قانونيا ما الذي بامكان اللاجئ السوري فعله حتى يتوقف تسليمه للنظام في سوريا او استمرار احتجازه؟ ليس عليه الا بالنسبه للاجئ السوري المعرض للتسليم عند مراجعه كاتب الامم المتحده لتصله لتبيان وضعه القانوني ومخاوفه والخطر الذي يدهن حياته. انما اريد ان اعلق على بعض ما ورد. صحيح ان اللبناني لديه تجربه مع خطر التوطين الدائم بسبب الوجود الفلسطيني، وقد يكون هناك ايضا لديه مخاوف بسبب الوجود السوري. واذا تكون اسباب ومقومات مساءله الدوله اللبنانيه في مجلس الامن عن هذه الارتكابات، هناك مسؤوليه اخلاقيه الهيه وانسانيه. لا يجوز لنا ان نقبل لهذا المواطن السوري ان نعرضه للموت حتى لو لم يكن هناك رادع ومسؤوليه قضائيه. هناك مسؤوليه انسانيه واخلاقيه قبل اي مسؤوليه اخرى. استاذ حسان، كان هناك تصريح قريب لوزير الشؤون الاجتماعيه اللبناني بانهم بصدد وضع خطه مع المجتمع الدولي لاعاده اللاجئين السوريين الى سوريا. ما تعليقك على الموضوع وكيف تتم برايك مثل هيك خطط؟ التعامل اللبناني منذ البدايه، منذ بدايه الازمه السوريه مع موضوع النازحين كان تعاملا قاصرا عن ان يكون جديا، بمعنى تم السماح للنازحين بالدخول الى لبنان دون عمليه احصاء، دون عمليه تنظيم، وترك الامر على غاربه، وكان كان المقصود هو اخافه الشعب اللبناني من هذا النزوح، وهذا ما حدث بالفعل لاحقا. لو ان هذا النزوح تم تنظيمه منذ البدايه من حيث الإقامة والسكن وتنظيم شؤون العمل وكيفية العمل وتنظيم العمل والقطاعات التي يمكن للسوري أن يعمل فيها أو لا يعمل فيها، كان هذا ما كنا وصلنا إلى هنا. ولكن كان المطلوب، وهذا بضغط من الميليشيات الأمر الواقع المؤيدة للنظام السوري في لبنان، كانت تهدف إلى إثارة الفوضى في لبنان وإلى إثارة خوف الشعب اللبناني من المواطن السوري أو النازح السوري، بحيث يكون هناك ضغط شعبي لبناني على السوريين للعودة إلى سوريا مهما كان الواقع ومهما كانت النتائج. وهذا ما يعول عليه البعض، لأن بعض الشبان السوريين تم اعتقالهم من قبل هذه الميليشيات وقامت بإصدار نشرة لهم وتم تسليمهم خلافا للعلاقه مع الاجهزه الامنيه اللبنانيه. اما بالنسبه لوزير العمل فالكلام هو جيد وكلام منطقي، وهذا يتطلب وضع اليه حقيقيه لبدايه مرحله جديده من التعامل مع موضوع النزوح السوري بالتنسيق مع الاجهزه الرسميه التابعه للامم المتحده حتى يتم تنظيم هذا الواقع ويخرج من بازار العمل الفوضوي
وعملية التبرير غير القانونية لتسليم مواطنين سوريين إلى نظام سيعمل على إما قتلهم أو سجنهم أو تجنيدهم في جيش لا يريدون أن يكون جزءا منهم بالدخول في صراع داخلي لا يرغبون في المشاركة به. طيب ماريا، ما الذي يمكن فعله على صعيد المؤسسات المدنية أو حتى الحقوقية الدولية لتوقيف ما قيل أن الأمن اللبناني يقوم بتسليم بعض السوريين للأجهزة الأمنية في دمشق؟ للأسف يعني المنظمات الدولية أو المنظمات الإغاثية تلعب فقط دور المتفرج ولا تقوم بأي مبادرة، خاصة أن هناك أحزاب لبنانية هي من تؤازر القوى الأمنية اللبنانية على تسليم هؤلاء، فهناك تفييش للأسماء على الحواجز اللبنانية بمؤازرة الأحزاب اللبنانية التي تدعم عودة النازحين السوريين تحت مسمى أن هناك بيئة طوعية، ومع الأسف هي بيئة قصرية. أود أن أشير أن هناك بعض الوزارات التي ليس من شأنها أن تقوم بحملات ضد اللاجئين السوريين، كوزارة الاقتصاد التي قامت مع البلديات بحملات ضد اللاجئين السوريين، وهذا من شأن وزارة العمل ومن شأن وزارة الشؤون الاجتماعية، إنما فقط لأن هناك بعض الوزارات تابعة لبعض التيارات السياسية المناهضة والتي تريد عودة اللاجئين السوريين فهي تقوم بهذا الفعل مع الأسف. فيما يخص سؤال حلقة اليوم، حملة اعتقالات شملت عددا من السوريين في لبنان خلال الأيام الفائتة، برأيك ما مصيرهم؟ الاحتجاز في لبنان كانت نسبة 11% أو الترحيل إلى سوريا كانت نسبة 89%، يعني النسبة الأكبر يرجحها الناس إلى أنه رح يرحلون لسوريا. يعني تعليق أخير أستاذ حسان حول هذا الموضوع. طبعا هذا الشعور السائد لدى المواطن السوري النازح السوري والمواطن اللبناني أيضا الذي يتعاطف مع الواقع السوري ومع النازح السوري، ما نعرفه وما نسمعه وما حضرناه في عدة مؤتمرات عالجت شأن النزوح السوري، أن العمليات الاعتقال تنتهي في معظمها إلى التسليم للنظام السوري، ومن ثم يصبح البحث عن هذا الشخص إذا كان حيا أو لا زال على قيد الحياة أو أنه معتقل أو أنه قد تم تجنيده. هذه مشكلة حقيقية يعيشها النازح السوري وقلق حقيقي يعانيه كل نازح سوري في لبنان مع الأسف الشديد. والنظام اللبناني بتركيبته الإدارية الآن هو خاضع لنظام ميليشيات حاكمة تهيمن على سياسات البلد ومرتبطة بمحاور منخرطة في صراعات عديدة، وبالتالي تغطي ممارساتها بالنظام اللبناني وبالقانون اللبناني وبالفوضى الإدارية اللبنانية، حيث أن البلديات تمنع التجول وهذه ليست من صلاحياتها. هناك بلديات تصدر قرارات تمنع تجول المواطن السوري أو النازح السوري ما بين الساعة 7 مساء والسابعة صباحا، تحت أي صلاحيات؟ أين وردت هذه الصلاحيات؟ لا أحد يناقشها، لا الوزارة المختصة وهي وزارة الداخلية والبلديات، ولا وزارة الدفاع بحيث أن هذه ليست من صلاحياتها، ولا حتى الحكومة اللبنانية الغائبة عن معالجة الشأن الداخلي اللبناني كما يجب أن يعالج. أكيد بنشكرك حسان قطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، وأيضا المحامي الدكتور أنطوان سعد أستاذ مادة القانون الدولي والدستوري، وماريا الفحل مراسل تلفزيون سوريا في لبنان. شكرا لكم جميعا. فاصل صغير وراجعين.